الحنين لاجئ غريب ومفتاح باب لدار غريب. قصيدة حلوة من الأغاني المعجونة بالتفاصيل والمعلقة في أعناقنا كتميمة نحملها لتذكرنا أننا ما زلنا على قيد الحياة. نضمها فتستفيق في صدورنا ينابيع أيام كنا نظنها جفت منذ زمن بعيد. تبسطه صديقتي فتعطيه روحا وملامح بقولها: هو طفل مشاكس، كلما أسلمته للنوم غافلك وأخذ يخرمش القلب ويعيد ترتيب الضلوع من جديد. الحنين التفاتة وابتسامة، وقد يكون كأس ماء عند الظمأ تحملها يد بريئة من أحزاننا. الحنين صور سابحة في الذاكرة تتآمر مع الزمن لتربك سكوننا بلا مقدمات. نعرفها وتعرفنا بفصولها الأربعة. يبدو أنه المجتمع السوري والمجتمع العربي دائماً بيحن للعيلة. بتحسن أنت تخلق عائلة بكل تناقضاتها وبكل شخوصها، وتشبه إلى حد كبير من شرائح مجتمع. أنا برأيي هذا هو السر، يعني أي شخص ممكن يشوف حاله جوات هاي العيلة. لذلك هو هاي تركيبة العمل وتقديمه بهديك الفترة يبدو أنه كان متمكن، عمل متمكن بكل مقاييسه. استمرارية النجاح أنا برأيي لأنه أنت دائماً بتكتشف فيه شيء جديد وتبعاً للفترة اللي بتحترق، لكن هذا الاكتشاف الدائم للشيء الجديد جوات العمل هو اللي بيخليك بحفزك دائماً لحتى تحضره كذا مرة. هلأ بالنسبة لإلي وبالنسبة لجيلي بالتسعينات، نحن عالم يعني عشنا الحرب، فبالنسبة لإلنا المسلسل بيخلق نوع من الدفى، وفي نوع من الذكريات كانت كتير حلوة بهديك الفترة على بساطتها. وبالإضافة للدفى في موضوع الأمان، يعني في أمان حتى وقت اللي بيكون المسلسل عم نشوفه 45 دقيقة، هي في 45 دقيقة من الأمان بغض النظر شو عم يصير برات البيت. رفيف الأمان وخفف الفؤاد على عالم ضم شمل البلاد، أما فيه من كل عين سواد ومن دم كل شهيد نداد، نفوس قبات وماض مجيد وروح الأضاحي رقيب عتيد. من وقت ما كنا نحضره كنا نحس انه في شخصيات هي بتشبهنا، بتشبه عيالنا، هي موجوده بكل عيله صغيره او كبيره نحن بنعرفها. اي شخص واي كاركتر عم نشوفه بهذا المسلسل نحن اكيد عنا احتكاك معه او مع شخص بيشابهه. يمكن الحنين لهذا النوع او لهذا الزمن الذهبي مثل ما قلتي نتيجه انه نحن عم نعيش هلا بالنسبه لي انا أسوأ العصور. بعتقد أنه واحدة من الأسباب اللي بتخلي الناس خليني لك تشتاق للفصول الأربعة هي عم تضحك على حالها، الناس هي مشتاقة لهذاك الوقت، هي ما لها مشتاقة لهذا المسلسل بالذات. ولهيك بتلاقي أحياناً هذا التعاطف بتلاقي مع مسلسلات تانية مثل مثلاً عائلة خمس نجوم، يوميات مدير عام. يعني نحن وقت كنا بأول طلعتنا هي كانت كلها قبل الحرب، وهي اللي نحن ذاكرتنا يعني أو تربينا عليها مثل ما بينقال. فنحن دائما نشتاق لاي شيء قبل الحرب. فصول الاربعه كان انعكاس لمرحله كثير طويله، ان كانت دراميا اذا عم نحكي دراما، استنادا لخبره ممثلين كثار، استنادا لمخرجين، لقلق الدراما حتى بال 2000 كانت متالقه جدا، كان في حرفيه كثير عاليه، فهو اجى يعني مثل ما بيقولوا تتويج لهذيك المرحله. زائد الحالة الاجتماعية، حالة المجتمع السوري بهذيك الفترة
كانت كثير بتشبه الفصول الأربعة، على قد ما كان بسيط على قد ما كان بيحوي فكر كثير كبير. هلا اذا بدنا نقارن الحوار يلي عم بيكون بفصول الأربعة ومع المسلسلات اللي عم تنعرض بالوقت الحالي شتان. بس شو بدنا نعمل يا مجدة؟ الدنيا هيك مقسمة، يعني في ناس كبار نص الدنيا وفي ناس صغار مهمشين ومنسيين، يعني مثلي ومثلك يعني. بس نحن مناح، وإذا كنا مهمشين طز. المهم نحن ناس مناح وطيبين ونحب بعض ومنرتاح لبعض، يعني الواحد شو بده من الدنيا أكثر من هيك يا مكتب؟ فكرة هذا البيت اللي بيجمع هي العيلة كمان هلأ كتير تبعثر بسبب النزوح التشرد اللي صار. أنا شخصياً من الناس يلي نزحت أكثر من مرة، آخر نزوح عمره 5 سنين، يعني صلنا 5 سنين بنفس البيت اللي مستأجرينه، ومع هيك ما حطيتي ذكريات، ما علقت صور على الحيطان، لأنه ببالك هذا الحيط مو إليك وهذا البيت مو إليك، فما حتعلقي حالك فيه مرة تانية. أما البيت الأساسي اللي كان موجود بالفصول الأربعة واللي هو كان عندنا بيت مثله، نحن وكل عائلة سورية عندها بيت مثله، هذا البيت ما عاد موجود للأسف عند كثير عيال سورية. رجع بس ما لقى البيت، ما لقى حتى أولاد معيت مي من الفيشة يشرب منها أو يرشرش على وشه حتى ما حدا يشوفه هو عم يبكي. صعوبة المرحلة اللي مرقنا فيها وخاصة فترة الحرب هي اللي بيخليك انك انت تحن لهي العقلية او لهي التشكيل او هي اللوحة التشكيلية اللي كانت موجودة بالعائلة. بس يعني مو دائما، لا انا بعتقد انه في ناس ممكن تحس انه لا العمل ما بيخصها، ما بيشبهها، ما بيطرح مشاكلها. كتير صعب برأيي انهم يقدروا يحسوا نفس الاحساس، ولكن المسؤولية بتوقع على عاتقنا انه نحن نقدر نحاول ننقل نفس القيم يلي نحن تربينا عليها. خليني رح الخصها بثلاث قيم: حق، خير، وجمال. وقتها كنت غادي نموت، لكن صديقي نجيب فعوض ما يهرب او ينسحب وينجاب نفسه فضل يحملني على كتافه وصل القنابل والمتفجرات والاخطار اللي يمكن نتعرضوا لها انا وياه بزوج باش يوصلني لاول نقطه اسعاف. هلا نحن بال2020 وقت تحضر الفصول الأربعة، يعني أنا من الأشخاص اللي ابني عم يحضر الفصول الأربعة هلأ كتير عم يتعاطف، أو كتير أحياناً عم يكون في حالات من الاستغراب. أحذري ليش؟ لأنه أنا برأيي المشاكل اللي كانت تنطرح بهديك الفترة أو بخلال هذا العمل الدرامي أحياناً هي بعيدة عن المشاكل اللي عم نعيشها هلأ، هي كتير بعيدة، لذلك هاي المسافة بتعمل نوع من التشويق، بتعمل نوع من التساؤل. يعني كانت هموم مختلفة. بالإضافة بالنسبة لإلي أنا مثلا بس أتذكر فصول أربعة بتذكر كيف أول مرة شفته أنا وصغيرة، إنه مثلا مثل كنبايات بيت أهلي اللي هي لونها خمري والتلفزيون اللي لونه بني وأسود، بنضل في عنا هي الصورة الثابتة لأنه هديك الفترة هي كانت أجمل فترة بحياتنا، حتى لو ما كنا كتير كبار فيها بس ما كان في هم أنا أعرف حالي ممكن موت بأي لحظة، ممكن حلمي يتوقف بأي لحظة، أو ممكن أفكر إني هاجر. تعالوا نشعل الشمع يلا. شرف يلا. سنة حلوة يا شروين، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. بحس إنه يعني هذا الجيل الجديد اللي هلأ هو مبسوط بالحالة تبعنا، ما أنا مبسوط بحالة المسلسل. يعني عم يشوفنا نحن كتير مشدودين للمسلسل وللحالة، فهو مبسوط بهاي الحالة فممكن يرجع يتابع المسلسل. ما بعتقد انه هو قادر يحس بنفس الطعم اللي نحن حاسينه. نضل عم نشتغل على عنصر الحميمية. لا شك انه في جيل كبير ما عاد موجود ضمن سوريا، فهو عم بيفقد نوع من هاي الحميمية، صار عنده نوع من الفراغ تجاه تحمل مسؤولية أي قضية وأي فكر. بالموت ما بنكون عم نبكي على الميت، الميت راح لوجه ربه، بس نحن هذي بنكون فقدنا شخص عزيز بيترك بحياتنا فراغ ما بيتعبى أبدا، ومنحس بأنه ناقصنا شيء، منبكي لأنه ناقصنا شيء.
زعلان من حالي لأنه دائما بعد الموت بكتشف إني ما طلعت منيح بعيون اللي ماتوا. بندم لأني ما قعدت معهم أكثر، ما حكيت معهم أكثر، بشبعت منهم. للحنين معنى وجداني نحسه ونعيشه، وقد نتنفسه أيضا في بعض الأحيان. يعيننا بمقدار ما يتعبنا، نعطيه من ذاكرتنا وقلوبنا، ويعطينا من روحه دمعة أو ابتسامة، وفي الحالين يظل الحب أصل الحكاية. نحمله معنا أينما كنا في كل زمان وكل مكان. في الخلاصة، كل أمر خالطه الشوق سيعيش للأبد.